طيب، بسم الله توكلنا على الله. النهارده حلقه جديده من الابيسود بتاعت فيوتشر كارير. ضيفتنا النهارده دكتور روبا الفتال. هي هتحكي لنا على القصه بتاعتها. انا بس حابب احكي البودكاست ده ايه الهدف منه لاي حد بيتفرج علينا لاول مره. احنا بنناقش رحلات أشخاص نجحوا في الكارير بتاعهم ووصلوا لمراحل كويسة في الكارير بتاعهم، وهم بيحكوا لنا الصعوبات اللي قعدوا فيها وإزاي حلوها. ودي هي الفكرة أو الموعظة اللي بناخدها من البودكاست في النهاية. فدي بس يعني مقدمة صغيرة لأي حد يتفرج علينا أول مرة. في البداية بشكرك دكتور روبا إن أنت معانا النهاردة، ومتشوق جدا 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 إن أنا اتكلم معاكي على رحلتك، وانا عارف ان عندك محطات كتيره جدا عديتي عليها. فخلينا في البدايه كده نتعرف مين دكتور روبا الفتال. لو تدينا يعني كويك انتروداكشن عن نفسك، اتفضل. أعطيك، بس قبل ما أبلش بس حابة أقول شكرا كثير أحمد، لأنه هي كثير مهمة خاصة للناس القادمين الجدد واللي عم يتعذبوا لحتى لاقوا يعني their path، طريقهم بالعمل. فشكرا على هالعمل اللي أنت عم تنجزه كمان للمشاهدين، وأهلا كل اللي معنا هلا اليوم عم يستمعوا، إن شاء الله يكون هيك ظلمة خفيفة عليهم. أكيد. فلحتى بلش، انا اجيت مع الوالد والوالده، انا وحيده، فاجيت عائله صغيره يعني. وصلنا بال 94 لكندا، لمونتريال. لما وصلت انا بال 94 كنت انا جاي من السعوديه، الاصل سوري بس انا كنت ساكنه بالسعوديه. لعمري كان 17 سنه وقت وصلت لكندا. فبعمر 17 كنت مخلصه البكالوريا، طبعا راح بلش الجامعه، بس واجهتني صعوبات. اول صعوبات هي اللغه، لأن بتعرف بالسعودية كنت خاصة بهداك الوقت يعني الـ70 والـ80 كان كله عربي تقريبا الدراسة، الإنجليزي كان ضعيف، فأول مرحلة كانت هي الإنجليزي واللغة طبعا الفرنسي بعدين. المهم دخلت لجامعة مكيل. هلأ بجامعة مكيل اللي بدي أقول لك إياه إنه أنا دخلت فرع، الحقيقة ما كان اختياري الفرع. بتعرف كإيميجرانس يعني احنا دائما بيوجهوا اولادهم لا انه تدرس ساينس، كان ماما حابه انه ادرس يا ميديسن يا فارماسي يا انجينيرينج، يعني هاي الاختيارات كانت الموجوده. وكان طبعا كعمر شاب لسه ما بقدر اقول لا واختار وهيك شيء. فدخلت الفرع الميكروبيولوجي الامينولوجي، درسته 4 سنين ونص خلصته، بس ما خلصته بمعدل عالي. كان ممكن يعني اخذ كورسات زياده، سنه زياده مشان ارفع الافريج وارفع الجي بي اي مشان اعمل ماسترز، ويمكن حتى ما كان يطلع لي ماسترز. السبب ما حبيت الفرع، وكنت كثير عم بحكي يعني بالاخر فتره كنت عم اقول للوالده انا ما حبيت هذا الفرع، ماني مستمتع فيه، مل كنت بالحصص، يعني حتى بتذكر حالي انه نام بالحصه، ما اقدر ضل فائق من كثر الملل. بس كان في ضغط، وهذا خاصة بهذاك الوقت، يعني احنا عم نحكي عن قبل 30 سنة. المهم انه لما خلصت قلت للوالدة انا حابة ادرس اللي انا هلا بدي اياه. شو بدك؟ انا قلت ما بعرف لسه، حابة اخذ عدة فروع، بس بعرف انه حيكون بالمجالات اللي هي يا العلوم السياسية، علوم سياسية، فلسفة، تاريخ، والله او اقتصاد. المهم عفوا لا، الاقتصاد لسه ما كان حتى داخل وارد بالموضوع. فقالت لي بتعرف نحن بيقولوا هذا ما بيطعمي عيش، هاي الفروع ما بتطعمي عيش. قلت له ممكن بس انا حاببتها، طبعا بالحماس تبع الشباب انه خلص قررت. اللي ساعدني كثير بالموضوع انه مع انه كل علاماتي بالساينس وخاصه بالماث شو بسموها الكيمستري والبايوكيمستري والمايكروبيولوجي كانت كثير قليله، كنت اخذ electives. بالالكتيفز اخذت كثير electives، كل علاماتي كانت بالاي والاي بلس، وعم نحكي يعني مواد صعبه. فحكيت مع الدين، والدين الحقيقه دين اللي هو يعني عميد كليه المجيل بالارت والساينس، ساعدني بانه فصل لي العلامات، املي علامات الساينس من علامات الارت، فبلشت كانه من جديد بعلامات الالكتيف. فبلشت من جي بي اي جديد عالي، بس كان لسه علي سنتين المفروض انه رح تخلص الفرع. من محبتي كثير عجبني العلوم السياسيه، وكان كثير عندي شغف فيها، فتركت الفلسفه وتركت الهيستوري وركزت على العلوم السياسيه. هون صار معي شغله كثير مهمه، اولا لانه حبيت الفرع كثير علاماتي كثير عليت،
كان يعني عم باخد بعلامات بانجليزي صعب، مثلا بوليتيكال فيلوسفي هي من اصعب المواد، كنت عم باخد اي بلس عن طلاب تاني اللي هن الانجليزي كان اول لغه لهم. فبخلال سنه قدرت مو بس انجح بالعلوم السياسيه، ولكن كمان اخذت اونر، يعني انا تخرجت من ميجيل باونر بالعلوم السياسيه، واللي ساعدني طبعا انه كل علامات الساينس هي تنحت على جنب. هلا بهذيك اللحظه كان في بروفيسور قال لي، نصحني الحقيقة، هو كان مع العميد وقت كانوا عم يشتغلوا معي بالعلوم السياسية، قال لي شوفي أنت منيحة بالماث، يعني كان علامات الماث منيحة عندي، هي بس العلوم البيولوجي والشغلات اللي ما حبيتها. قال لي خدي ايكونومكس. هاي كانت نصيحة كتير مهمة، وخاصة أنا هلا بنصح فيها أي شباب عم يدرسوا العلوم السياسية، ولو ياخذوا مثلا بروجكت مانجمنت، بزنس ادمنستريشن، لأنه بتحل لك تاخذ إلكتيف، بس تكون استراتيجي باختيار الإلكتيف، لأنه هي غيرت لي مجال حياتي بعدين ومجال العمل. أخذت أنا فعلاً إيكونومكس، مايكرو إيكونومكس، ماكرو إيكونومكس، في مواد تانية بالإيكونومكس، بوليتيكال إيكونومي، وحبيتها ولقيت إنه في علاقة بين السياسة وبين الاقتصاد. هلا الحلاوة ليش عم أقول هاي الشغلات اللي ممكن الواحد ياخذها؟ لأنه هاي بتعطيك سكيلز، العلوم السياسية ما راح تعطيك سكيلز، السكيل الوحيد اللي ممكن تاخذها بالعلوم السياسية غير انك تفهم الـ international environment politics هي انك تكتب. So you become a very good English writer. هاي أول سكيل أنا بحاجة كنت إلها 100%. طالما ما راح تدخل ساينس وعلوم يبقى لازم يكون عندي very strong writing skill. هاي أول سكيل، بس ما بتعطيك سكيل ثانية. فالكوميونيكيشن كان مهم، مثلا انك تاخذ، اخذت كوميونيكيشن، اخذت اقتصاد. صحتين. ما بعرف انتم بالمصري شو بتقولوا، نحن نقول صحة. هنقول يرحمكم الله. يرحمك الله. فالمهم فكملت انا بموضوع العلوم السياسية مع الاقتصاد، واخذت هالسكيلز هاي، واخذت بروجكت مانجمنت. لما خلصت بمعدل كتير عالي، اتاح لي انه اعمل ماسترز، والماسترز هاي كانت سكولرشيب، فول سكولرشيب على حساب الحكومة. بنهاية الماسترز كمان عملت اونر، فأتاحت لي إنه آخذ منحة من وزارة التعليم بكيبيك، منحة مدة 5 سنين لأعمل الدكتوراه على موضوع بجامعة أوروبية إلها علاقة، إلها فرنسي، لأنه هي المفروض إنه كيبيك تعمل علاقات مع الدول اللي بتحكي فرنسي، مثلا بلجيكا فرانكوفون، فأخذت هالمنحة هي. منحة أنا بالأول كنت ما مركزة على الموضوع، يعني ما كنت عارفة إيش الموضوع، بس لما رحت لبلجيكا اكتشفت إنه في عم يدرسوا هن موضوع الاقتصاد السياسي بين، عفوا هي مو اقتصاد سياسي، تريتي أجريمنت، ما بعرف بالعربي شو بسموها، سيتا أجريمنت، كندا EU تريد أجريمنت، يعني للتجارة، فتح التجارة المالية ما بين الاتحاد الأوروبي واللي هو مركزه بلجيكا ببروكسل وبين كندا. فركزت على هالموضوع هاد، من هون كانت انطلاقتي بانه التركيز على العلوم السياسيه، مو بس العلوم السياسيه، الاقتصاد السياسي. واخترت كبحث للدكتوراه هو الاقتصاد السياسي وعلاقه كندا الاقتصاديه مع الاتحاد الاوروبي. انتهت المده ال5 سنين بنجاح، وقدمت البحث، وكان هذا البحث بين جامعة ميجيل وبين الجامعة اللي أنا رحت لها، اللي هي جامعة لوفن ببلجيكا. هلا لما خلصت تبدي المرحلة الثانية، انتهيت ببلجيكا بدي أرجع لكندا وبدي بلش بقى بالكارير تبعي. لما بترجع هون طبعا لكندا، خمس كان في، عفوا، 5 سنين في بلجيكا. 5 سنين في بلجيكا، نعم نعم 10 سنين في مونتريال، وبعدين 5 سنين في بلجيكا، وبعدين رجعت ب 2011. هلا لما رجعت، انا رجعت بعمر 30، يعني 34 كنت، وكان حامل باول بيبي، كنت تزوجت ببلجيكا وكنت حامل باول بيبي ريان. فلما رجعت لهون طبعا ما بقدر فورا اشتغل الشغل اللي هو فول تايم كأي امرأة. اوكي، دائما في هاي المرحله بالثلاثينات، ببدايه الثلاثينات نحن دائما اي سيده بتعانيها لما تكون في مجال الشغل، لان هي المرحله اللي انت بدك تاسس فيها عائله، تاخذ طبعا من الجهد الجسمي والطاقه وكل هذا، انك تعمل بيبيز
يعني خاصة أول مرحلة من عمرهم، في دائما تأخر عند أغلب السيدات بالعمل 3 لـ4 سنين بهالمرحلة هاي. فبنفس الوقت، بس هي نصيحة عن جد بقولها لكل السيدات، ما يوقفوا مثلا حتى لو كان أنا معي بيبي راعي، بنفس الوقت هو نايم كنت أقدم طلبات، أبعت طلبات على الشغل. هلا أنا كان عندي حاطة بعقلي مرحلة، يعني ما كنت حاطة بعقلي الحكومة بالأول، كنت على أساس إنه بدي أعمل بروفيسور، إنه أشتغل كبروفيسور بالجامعة لأنه بتعطيني فريدم أكتر. وفعلا اشتغلت من 2012 ل 2017، اشتغلت فول تايم كونتراكت بروفيسور، كونتراكت بروفيسور بجامعة أوتاوا. هلا كونتراكت بروفيسور معناها إنه أنت منك تنر بروفيسور، تنر بروفيسور يعني ما بيعطيك اللي هي الانشورنس اللي انت بدك اياها، السكيورتي والانشورنس والبنشن والبنفيتس. وكتير كان مهم بالنسبه لي اجين كامراه عامله، بيهمني كتير كان بعض السكيورتيز والبنفيتس، سيك بنفيت، بنشن، جود بنشن بلان. واهم شيء لاحظته كمان انا عم بعمل بارت تايم، كان عندي اول ولد بعدين حملت بتوأم، لما حملت بتوأم ما قدرت اخذ ماترنتي ليف، يعني لما بتترك لمده سنه مشان تكون مع البيبي بس مدفوعة، هاي بتكون العمل، لأنه أنا كونتراكت بروفيسور مو تنر بروفيسور، وهي ما بتجي إلا بعد 10 سنين. فمما صار سبب إنه أنا لآخر مرحلة بالحمل بتوأم كنت عم روح عم بشتغل بالجامعة، كان كتير صعب جسديا. وبعد ما ولدت فورا بعد 3 شهور كنت رجعت على الجامعة كمل لحتى ما يروح علي الكورسات. فبهالمرحلة هاي لاحظت إنه ما في مجال، أنا لازم لاقي شيء تاني، شيء تاني يكون أكثر مضمونا، أكثر راحة، أكثر يعني بالانس، شو مناسب البالانس بالعربي، بالانس توازن، توازن أعمل ما بين العائلة، ما بين عائلتي وما بين والأولاد وما بين العمل. فهون قررت لازم أروح على الحكومة. هاي المرحلة إذا بقول لك قدمت لا يقل يمكن عن 200 طلب، أوكي، بخلال سنة نحن عم نحكي 200 طلب عبي أونلاين، اوكي، وابعت ما يجيني شيء ولا رد. بهاللحظه بهالمرحله هي شغلتين صارت معي، فكرت انه طب ليش ما انا افتح كونسلتنسي، استشاره سياسيه اقتصاديه. المواضيع اللي موجوده اللي ما كانت موجوده لسه بجامعه اوتاوا، ما في ماجستير مختص بالعلوم السياسيه للشرق الاوسط، مع انه أنا هذا مو هو الفرع اللي انا درسته، يعني مو هو الفرع اللي انا كتير قويه فيه، ومع ذلك هذا الفرع درسته بالجامعه. لما رجعت قالوا لي انت عربيه من الميدل ايست، اوكي، يعني يو كان تيتش ات. هاي بقى شغله ثانيه انا بنصح، انا ما قلت لا، فورا قلت ايه. تقدري تدرسي؟ نعم. شو عملت؟ صرت انا اعمل بحث لحالي، انا صرت ابحث يعني بالمواضيع اللي انا ما كتير بعرف الحقيقه فيها، بس عندي السكيلز اللي هي اناليتيكال سكيلز، writing skill، communication skill، كل هاي السكيلز موجودة. بعدين مرة كمان إجا العميد الكلية، شو قال لي؟ قال لي إذا ما قدرتي تدرسي المادة هاي بالفرنسي، يعني بدهم يعني أدرسها كان بالإنجليزي والفرنسي، كان فرنسيتي أضعف لسه شوي من إنجليزيتي، راح نضطر نعطيها لبروفيسور تاني ممكن يدرسها باللغتين، تقدري تدرسيها بالفرنسي؟ ما قلت لا، قلت إيه. أوكي؟ فأنا هي سمعتها من كذا شخص على فكرة نجحوا، مع انه بدوا كثير بدايات يعني كانوا فاشل، يعني يفشلوا بالاعمال اللي هن يعملوها بالاخير. Don't say no. Say yes and then figure out a way to do it. لا تقل لا. يعني قول ايه وبعدين حاول لاقي طريقة لتقدر تنجز العمل. طبعا بدك تنجزه بشكل منيح ولا ما بتنجح. فهي كانت شوي متعبة هاي الفترة، لأنه بنفس الوقت أنا عم أقدم على طلبات بلا توقف، بنفس الوقت أنا فتحت كونسلتنسي لإلي عشان أشوف بعض، وصرت أعمل كونتراكتس، يعني صرت أعمل كونتراكتس مع الحكومة أبحاث. وبنفس الوقت البيبيز كانوا لسه صغار، يعني ما في سنة ولا صاروا حتى السنة لسه التوأم، وراين كان سنتين. وبنفس الوقت إجت موضوع اللي هو الريفيجيز، السيريان ريفيجيز. لما اجت سيريان ريفوجيز انا كسوريه حبيت ساعد فورا، فصرت اعمل كمان ليكتشرز، وصرت يعني احاول عن طريق الجامعه، عن طريق النوت فور بروفيت اورجانيزيشن، اعمل ليكتشرز
سميتها intercultural advice، لأنه كلهم عم يجوا لهون، بس لا الكنديين اللي عم يحاولوا يساعدوا عارفانين كيف يتعاملوا معهم، ولا عارفانين شو الظروف اللي هن عم يجوا فيها اللاجئين. بنفس الوقت أنا عندي language skills اللي هن ما عندهم إياها، فكم مثل يعني بالنص، أوكي، حلقة توصل. أنا دائما بحب، أنا على فكرة دائما بشوف حالي كجسر بين الكالتشرز. برافو عليك. فقدمت هذا الشيء هذا، وكمان بنفس الوقت صرت عم يعني عم حاول ساعد اللاجئين ليش يجوا، كمان كيف نقدر نساعدهم هون بكناتا، محل ما أنا ساكنة. أنا ساكنة بالويست أند بأتوا بكناتا، فكيف هون نقدر نعملهم سدل. هلا أنا كان كتير بيهمني إنه لما يجوا يشتغلوا، بس لما أجوا لاحظت إنه أول عقبة قدامهم ب 2015 كانت اللغة. طبعا يعني اغلب اللاجئين اللي اجوا عن طريق الحكومه خاصه، وعن طريق اللي هي البيفور سيستم اللي هو لاجئين عن طريق الكنائس جابت كتير لاجئين مسلمين ومسيحيين، وكانوا بحاجه لمساعده، وانا هون عملت تبرعات، يعني تبرع بالوقت تبعي فولنتيرينج. فتبرعت بوقتي لاعمل ترجمه، لاخذهم يفتحوا حسابات بالبنوك، لاخذهم يفتحوا كل الكروت يعني اللي هي الميديكال كارد، وهيش هاي سمع. كتير ساعدتني. هاي اقول لك كيف، هاي كان مفتاح الحقيقه لكل شيء بعدين. غريب احيانا الواحد كيف بيعمل شيء فعلا ما بده منه مردود، يعني هاي كانت بلاش عم بشتغل، يمكن اللي كنت للساعه 12 وواحدة و2 بالليل. تعملي من قلبك لأهل بلدك أو يعني ايوه بلد الناس. أيوة بس كان في بذرتين بهداك الوقت عم بيصير. أولا اللي هي مساعدتي للاجئين، وعم بعمل كونكشن بدون ما أعرف، عم بعمل نتوركس لحالي وأنا ماني مدركة إنه عم بعمل نتوركس مع ناس. فمرة بعز الشتاء، ليش عم أقول لك هاي الموضوع؟ لأنه هاي كانت مفتاح الأساس. كان يوم سبت وكان برد، كان ناقص 25 درجة الحرارة، وما كان جعبالي روح لأي مكان، بس طلبوا مني بجامعة أوتاوا إنه روح أعمل محاضرة، لأنه صرت أنا عندي خبرة مع اللاجئين شو هي المشاكل اللي بتواجههم، كيف ممكن نساعدهم، مشان نقدر نحفز المحاميين اللي عم يتدربوا محاماة لسه، يعني طلاب محاماة عم يتدربوا، مشان يساعدوا اللاجئين مشان يجيبوا أهلهم معهم. ما كان جعبالي أبدا روح، كنت تعبانة، الواحد قاعد مرتاح مع أولاده متدفي ببيته. بس قلت أوكي رح أروح. بس بدي أرجع نقطة بس نسيت لك إياها بذاك الوقت، لأنه كان بدي أغير للحكومة ما عم يطلع لي وظائف، لقيت وظيفة بالحكومة اللي هي IRCC الإميجريشن كندا، وزارة الهجرة. بس هالوظيفة كانت كتير صعبة. ليه؟ ما كانت إلا في منتصف الليل للصبح، من الساعة 12 المساء شفت، ما كان في فيرتشوال، كان مضطر أروح على هذا وأنا بكناتا. فتقريبا يعني بالليل طبعا ما في كتير ترافيك، كان تاخذ معي لأقول لك دوامي كيف، في الصبح الساعة 7 روح على جامعة أوتاوا، درس بالجامعة للساعة 3، الساعة كان عندي 4 صفوف كل صف 150 طالب، الساعة 3 انتهي من الدوام، ارتاح شوي، اوكي كنت احاول يعني الاقي مكان بالجامعه ارتاح شوي فيه، خاصه باللايبرري كنت ارتاح هيك شيء، نام يعني ساعه ساعتين. بعدين الساعه 12 المساء ارجع على البيت، بعد ما اخلص شغلي ارجع على البيت شوف الاولاد ناكل، الساعه 12 بالليل، عفوا الساعه 4 للساعه 12 بالليل دوامي الثاني يبلش. يعني ما كان احيانا حتى اقدر اشوف الاولاد، يعني احيانا اذا كان عندي كتير شغل ما اقدر ارجع على البيت. الساعة 4 للساعة 6 هيك ارتاح شوي، بعدين من 6 ل 12 بالمساء. هلا عم برجع على البيت انا الساعة 12 ونص بالليل، كان من شغل مضني، كان وقتها بسموها ايجنت، الابلكيشن ايجنت، كان اي واحد بيطلب مثلا فيزا ليجي لكندا لازم نقول له اوكي، الاي تي اي اسمها. هذا العمل ما كان أول شيء ممتع طبعا، ما كان intellectually stimulating، كان يعني عمل أي واحد مع شهادة بكالوريا ممكن يأدي، ما كان بحاجة لشهادات نهائيا، كنت مع ناس صغار
أصغر مني كتير بالعمر حتى، بس قلت أنا يمكن هاي الفرصة اللي أقدر فوت عن طريقها، عن طريقها للحكومة، لأنه 200 طلب ما عم تجي. فاستمرت هالمرحلة هي على فكرة 6 شهور. 6 شهور نحن على الحال. قال لي زوجي بوقت معين، وهي حشاركها مع الجمهور لأنه مهمة، قال لي زوجي أنا ما بقدر هيك لحالي، أنا ما بقدر لحالي مع الأولاد. حتى إجت والدته من بلجيكا وماما عم تساعدني هون، ماما وبابا، بس قال لي أنا ما عاد أقدر، تعبت. فقلت له أوكي أعطيني 6 شهور، إذا بال6 شهور ما قدرت لاقي طريقي بالحكومة وظيفة، خلص أنا رح أترك ورح أكمل على طريقة الجامعة، وهيك على شوي شوي يعني. قال لي أوكي، وعملنا ديل هال6 شهور. هذا كان ال6 شهور إجت آخرتها بجانيوري، لما عم أقول لك إنه رحت على هذا الاجتماع. ايوه رحت على الاجتماع الصبح، قدمت اللكتشر. أوكي، هلا أنا عندي good skills، communication skills لما بحكي قدام ايوه وبالإنجليزي كانت. قعدت على الطاولة جنبي شخص، أوكي ما بدي أذكر اسمه، بس يعني قعد جنبي شخص. شو قال لي؟ قال لي great lecture. Okay. Where do you work? قلت له I am a part-time term professor at the University of Ottawa، بس بنفس الوقت أنا بشتغل بالليل بـ IRCC، بـ Immigration Canada، وزارة الهجرة، بشتغل shift، night shift. قال لي How do you like it? قلت له I hate it. قلت له I hate it. I'm tired. I'm working at night and it's not my passion. قال لي Where would you like to work? وين بتحبي تشتغلي؟ قلت له my dream right now would be to work at Immigration Canada at the Refugee Affairs. Okay. في مكتب اللاجئين on policy issues. ولا بيعطيني كرتو بيقول لي send me your CV. Okay. بيقول لي send me your CV. I am the director. أنا الدايركتور للرفيجي أفيرز بإيميجريشن كندا. يعني انت كنتش انا تعرفي الحقيقه انا صدمت، لانه اول شيء ما كان جعبالي روح تعبانه، وكان خلص الديدلاين مع زوجي اللي قال لي انه 6 شهور وخلص، وكان طاقتي خلص استنفذت يعني بهالوقت هذا، وبيبي صغار وهيك شيء. يعني ما صدقت الحقيقه شو معقول. فالمهم رحت على البيت دغري زبطت السي في. هي كثير مهمه، هي النصيحه الثالثه. لا تعتمد على نفسك بالسي في مهما كانت لغتك، مهما كانت. أرجوكم يا جماعة، خاصة القادمين الجدد والإيميجرانتس، طريقة السي في، كتابة السي في اللي نحن متعودين عليها ببلادنا، مثلا أنا السي في تبعي ببلجيكا تختلف تماما عن السي في الأوروبية، بتختلف تماما عن السي في اللي هون بيعتمدوها بكندا، بتختلف تماما السي في تبعي لما أنا عم أقدم على الجامعة. كنت انا عندي خطا معين، خطاي هو كنت انا عم اقدم السي في تبعي مثل ما بتتقدم بالجامعه، اللي هي بتبلش بالاديوكيشن وبعدين لستة ببليكيشن طويله عريضه 50 ببليكيشن وبعدين الاكسبيرينس. فلا بدكم تقلبوا المواضيع لما بدك تقدم على وظيفه، انت اعلم بهذا الشيء، انت بتساعد الناس. بس المهم بالصدفه انه كان عندي صديقه قلت لها ساعديني، وهي بتشتغل هون صار لها فتره يعني اذا طويله، بس مو بالحكومه، ما كان عندي اي حدا بيشتغل بالحكومه بعرفه، كلهم بالقطاع الخاص او بالجامعه. قلت لها ساعديني، وهي كنديه. المهم قالت لي لا وهيك، وقيمي هاي الببليكيشن، شو بدك بالببليكيشن، اعمل لي هيك اعمل لي. المهم ساعدتني زبط السي في واختصرتها وهيك شيء. قدمت السي في مع الكفر ليتر موندي، يعني أنا شفته اليوم السبت، يوم الاثنين كنت مقدمة. هلا لما قدمت قال لي طبعا بدك تجتازي امتحان، كي ما بقدر أنا أعين أي حدا إذا مو بالبول، بدك تجتازي امتحان وبدك تجتازي انترفيو. قلت له أوكي. اجتزت الامتحان، اجتزنا الانترفيو، تعينت. أوكي، تعينت indeterminate. هون فورا أنا لغيت الشيفت تبع الايفنينج شيفت، فورا لغيت الجامعة المورنينج، بس خفت ما يعجبني الشغل أو حبيت إنه يعني يضل لسه عندي لينك بالجامعة. فشو قررت؟ رحت على جامعة كارلتون، كان في عندهم كورسات بالنفسية بدرسوها بالليل، مثلا إذا أنت شخص عم تشتغل بالحكومة بس بدك تعمل ماجستير، لازم تعمل ماجستير، تقدر تعمل ماجستير بالليل، فبدك بروفيسور بيدرس بالليل.
انا درست مادتين بس بالله، يعني مو كتير، قللت المواد. وبعدين مو بالليل كتير، يعني احنا عم نحكي مرتين بالاسبوع من الساعة 6 للساعة 9، فكان خفيف، خففت بس لحتى اخلي اللينك مع الجامعة. هلا لما بلشت بشغلي، هلا بتجي مرحلة تانية. هلا حنحكي عن مرحلة الشغل. أول صعوبات واجهتني، أكبر صعوبة واجهتني رح بتواجه كتير من الإميجرانت على فكرة، اللي هي qualification. You are over qualified. اللي اكتشفته إنه أنا صحيح قبلت كشغل اللي هو indeterminate. أنا اللي عجبني بالموضوع إنه هاي contract indeterminate، يعني هاي secure، ما حدا بيقدر يطلعك من شغلك. بس اللي ما كنت بعرفه قبل ما أدخل للحكومة إنه في levels. فأنا كنت بأول ليفل، يعني هذا الليفل إذا بقول لك اللي بيتخرج من الجامعة باتشلر اوف بوليتيكال ساينس أو ايكونومكس بيكون فيه. فلاحظ إنه أنا الليفل تبعي بروفيسور بالجامعة، عندي كل هالخبرة هاي، مو بس بالحياة بس كمان دراسيا. يعني كنت أشتغل بأوروبا كريسيرشر بالناتو، وكنت أشتغل بالاتحاد الأوروبي، فيعني عندي خبرة بالشغل. وبنفس الوقت بس لما أجيت قالوا لي لا، أنت هون حكومة، هاي تختلف جدا طريقة الكتابة للحكومة، طريقة الابريفيشن، كل شيء، انت كأنك نيو. قلت لهم بس انا I have a PhD و I have، قال لي we don't care we don't care. اكتشفت انه بالحكومة ما بيهمهم الا الاكسبيرينس تبعك، ومو اي اكسبيرينس، ما بيهمهم الاكسبيرينس الا اذا انت كنت CEO. اذا مثلا انت جاي CEO of Google وجاي على شغل تشتغل بالحكومة مثلا بالاي تي ديبارتمنت، of course you are going to be at a higher level. أي شيء تاني لا. فهون الصدمة طبعا تجي الأولانية، طب أنا كيف بدي أطلع حالي من هالمأزق هاد؟ كيف بدي أطلع للليفل اللي أنا حاسة شعوري وإنه أنا عندي القدرة إنه أكون اي سي 6 اللي هي أعلى ليفل بمجال الاستشارة والأدفايس. صرت أقدم على كل وظائف موجودة بالحكومة، بس عملت استراتيجية معينة. أنا لاحظت إنه الوظائف المفتوحة، هاي الحقيقة نصيحة لكل واحد حابب يقدم على وظيفة بالحكومة. أول شيء إذا ما معك جنسية كندية لا تعذب حالك تقدم، لأنه حتى لو قالوا مفتوحة للبي آر، ما بتقدر، ما بيقدر حتى يعينك، لأنه أنت لازم يكون عندك 5 سنين بكندا مشان السكيورتي كليرنس. أوكي، وما حدا حيعذب حاله يعني يطلع لك سكيورتي كليرنس اذا انت منك مقيم 5 سنين متواصله تقريبا بكندا. هي اول شيء. ثاني شيء، بس انا عندي هذا، انا عندي 5 سنين متواصله بكندا. وعندي الفرنش، لانه درست بالفرنش وتدربت على الفرنش، فعندي فرنش، فقدرت اعمل عندي فرنش وانجلش. فهي كمان شغله كثير مهمه، كثير بيصعبوا هلا الوظائف الواحد يطلع الا اذا معه فرنش. فعندي هالشغلتين هدول، وعندي analytical skills من دراستي اللي عملتها. فصرت الاستراتيجية اللي أخذتها ما تقدم على الوظيفة بالحكومة اللي هي بالمركز اللي أنت بدك إياه، أو بالإدارة اللي أنت بدك إياها، أو الوزارة اللي أنت بدك إياها. مثل ما بيقولوا بالإنجليزي cast the net wide، يعني حط الشبكة، ارمي شبكتك عريضة بعرض البحر، تاخذ سمك أكثر. بمعنى مثلا قدمت على وظائف بوزارة عم نحكي على السمك، بوظائف الفشري. اوكي، الفشري، وانا ما عندي اي يعني رغبة انه اشتغل هناك. بس ليش؟ قالوا لي انه الحكومة هي بدك تعتبرها كرئيس واحد. كل اي واحد بيشتغل بوزارة معينة ممكن ينتقل لاي وزارة هو بدها، اذا هو عاملين له الفحص وعنده رقم. في شيء بيسموه بول، انت لازم تكون بالبول وعندك رقم. هذا الرقم هو مثل ما تقول تيكت لك. فالمهم، فصرت اقدم على كل الوظائف، وصرت اقدم اكثر على الوظائف الاوبن فور بابليك، لانه في وظائف اوبن فور انترنال، في وظائف للبابليك. الانترنال اغلبها اوريدي هن حاطين عينهم على شخص معين. اوكي، اما اللي للبابليك فهي مفتوحه للكل، فبده الواحد يكون ذكي، يعني استراتيجيه شوي. فقدمت على الاوبن تو ذا بابليك، وقدمت على وقدمت على اعلى ليفل واقل واقل، قلت لحتى اكون يعني قدمت مثلا انا اي سي 2، قدمت على 3 على 3 4 5 و 6
عزموني على الامتحان للفور والفايف والسكس، قدمت الامتحانات للكل، رجع انه نجحت بالامتحانات بالكل كرايتنج. هلا في انترفيو، رحت على انترفيو 4 5 6 نجحت بالثلاثه، هلا صرت معي 2 pieces of the puzzle for the 6. هذا اعلى ليفل، اعلى ليفل قبل ما تصير مانجر. هلا المهم هون بقى النصيحه الخامسه، references. انت بتعرف هون البلد بهمها كتير references، لما بتشتغل مع شخص حاول دائما يكون علاقتك منيحه معه، لانه بدك ترجع له بقصه الريفرنس. شو التوصية يعني؟ مو واسطة بس توصية. يعني بترجع له بده هو يكتب عنك، بيتصلوا فيه، هل هو كان تيم بلاير بيشتغل مع الآخرين بسهولة، هل هو كان اون تايم، هل هو كان بتأخر، هل هالشخص هاد سهل أو صعب الشغل معه، هل كان اناليتيكال بيتطلب كتير من التمرين أو سريع البديهة. كل هذا طبعا هي بالرفرنس تجي. فكثير مهم انه لما بتشتغل يكون عندك references. وبنفس الوقت كمان رح نوسعها شوي، اذا انت كطالب هلا بألجونكم مثلا او بالجامعه، خذ مواد فيها كوب، لانه الكوب بتخليك تشتغل بشركه، والشغل بالشركه مو بس اكسبيرينس، اهم شيء هو الرفرنس. المهم اخذنا، عندي كان علاقه منيحه مع اللي اشتغلت معهم قبل هيك سابقا، فاخذت جود رفرنس، دخلت بالبول. بس دخلت بالبول بخلال 6 شهور قفزت، يعني ما نقول يعني يخزي العين، قفزت من اي سي 2 لاي سي 6. ما شاء الله. وكان تقريبا من يعني حتى الدايركتور استغرب، يعني ما عندهم هالقفزه، هي ما بتصير عاده. بس كتير اشتغلت، يعني عملت امتحانات بلا توقف، يعني ما في شيء بيجي بالسهل. كميه الامتحانات، كميه الانترفيوز، كميه الثينكينج، التفكير اوكي اللي بيجي، هذا كله معها، لانه بدي اطلع حالي من هالمأزق. صرت بإي سي 6 وهذا اللي انا مبسوطه فيه، يعني الليفل اللي انا سعيده فيه، واللي هو حسيت انه بيناسبني كخبرتي وكذا. فهلا وصلت لهالمرحله. بدك المرحله اللي بعدها اللي شو التطورات الجديده، ولا بدك تسالني؟ لا يعني لو عايز نقف ونسأل شوية. يعني الرحلة جميلة جدا وبرافو عليك، انت ما شاء الله مجتهدة جدا، ويعني ما بتقفيش غير لما تحققي حلمك، ودي حاجة يعني سكيل مهمة جدا لكل اللي بيسمعنا، ان هو لازم يبقى عنده البرزيستنس ده، الاجتهاد والمثابرة وعدم التوقف. يعني خليني أسألك بالذات عن الحكومة شوية، لأن الحكومة إلى حد ما يعني ليها ستايل مختلف عن بقية الجوبز اللي في الكارير كله. لو تدينا النصايح كده، السي في بتبقى شكلها عامل ازاي؟ امتحان اللغة بيبقى شكله عامل ازاي؟ الانترفيو بيبقى شكله عامل ازاي؟ لو تدينا يعني التشالنجز بتاعتهم وازاي تجهزي نفسك، والنصايح ايه بالظبط للمرحلة دي؟ اوكي رح احاول ابسطها لك. اول شيء يكون عندك 5 سنين هون وجنسيه، هاي بدايه. تمام. اذا معك لغه بتساعد جدا، لغتين يعني، قصدي تكون بايلينجوال. اذا ما معك لغه رح يتوقف عند المرحله الاولى او الثانيه، ما رح يخلوك تطلع بالسلم. اوكي اغلب الوظائف تتطلب، ما عدا اذا انت بالاي تي، اذا انت اي تي وفاينانس ما بيلاقوا كتير ناس بايلينجوال، فمما يضطرهم، وهي كتير سكيل صعب انه الواحد يلاقيها، فبيضطروا يتنازلوا شوي. بس بالبوليسي لا، ما بيتنازلوا. فاذا عندك اول شيء هاي اللغه، ولا بعدين السي في ما بتهم كتير نهائيا الحقيقه. لما انت بتعمل الابليكيشن اونلاين، حتى السي في تصور ما بتقدر مثلا تعمل بولد او اي شيء هيك مشان يعمل السي في يعني ملون او هيك. السي في كتير بتبقى بارده، autonomous يعني monotonous، عرفت كيف؟ ما فيها ألوان، بتصور حتى ما بيطلعوا عليها. المهم عندهم هن شيء تاني بالحكومة، في 3 مراحل. أول مرحلة بيسألوك questionnaires لما بتقدم، عندهم أسئلة معينة، أغلب الأسئلة بتدور حولها هل أنت عندك خبرة عميقة، والعميقة يعني بتعني 3 سنين، مدة 2 3 سنين عميقة، في كتابة بريفينج نوت، لانه انت كثير بدك تحاول ان عندك اغلب شغلنا نحن نعمل ريسيرش بحث، او يكون في مقابلات للوزير مثلا،
والوزير ونائب الوزير بدهم يروحوا مقابلات، بدهم يروحوا انترفيو، او بدهم يروحوا عفوا مو انترفيو، مقابلات او يعني مقابله مع شركات او مقابله مع الببليك، فبدهم يحكوا بموضوع معين. لما بدهم يحكوا هنا بموضوع ما عندهم وقت، الوزير ونائب الوزير ما عنده وقت غير يقرا صفحتين، فانت بصفحتين بدك تلخص له اهم النقط، فهي سكيل مهمه كثير، بريفنج نوت، بدك تلخص له اهم النقط. فدائما بيسالوا فيها هاي قديش عندك خبره بالبريفنج نوت كتابه للسينيور مانجر، سينيور مانجمنت اللي هي اعلى من الدايركتور، يعني نحن عم نحكي دي جي دايركتور جنرال، وعم نحكي اي دي ام ودي ام، وبعدين مينستر، هدول الاربعه سينيور مانجر اللي انت بتكتب لهم بريفنج نوت مشان جهزهم لهالاشياء هي، واحيانا بتنصحهم كمان. مثلا احيانا نحن مضطرين نكتب بريفنج نوت فيها نصيحه، روح على هالاجتماع ولا ما تروح على هالاجتماع، بخلال صفحتين بس الوزير فورا بده يقرا انه طب ليش روح وليش ما روح، وياخذ ديسيجن بدقيقتها. فكتير هي مهمه. ثاني شيء بيسالوك هل هن انت عندك خبره 3 years minimum بال stakeholder engagement. stakeholder engagement يعني كان نحن كفدرال، حكومة فدرالية، نتعامل مع البروفنس، يعني بدنا نحكي مع البروفنسز وبدنا نفهم البروفنسز كل بروفنس شو مشكلتها. عندنا اثنين بروفنس وتو تيريتوريز هون. هل انت عندك خبرة مع الستيك هولدر هن الان جي اوز؟ هل انت بتحكي مع اللا حكومية، المراكز اللا حكومية؟ هل انت عندك خبرة بانك تحكي مع الاندستري، البزنس، سمول بزنسز؟ شو هي الخبرة اللي عندك؟ هي مهم كتير، لأنه عندنا من الشغل هذا الشغل اللي نحن بنأديه. بعدين بقى الأشياء الأساسية، هي هي الكويشن، هي أول جزء بدك تأدي. هون بقى في هلا عن جديد الاي اي، الاي اي بيلعب دور الصناعي، artificial intelligence الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي عفوا الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي. هون بقى الذكاء الاصطناعي بجواب اجوبتك لهالاسئله هي بيشوف انت عم تحط الباز ووردز، الكلمات المهمه، بيشوف انت كيف عم تكتب السنتنس، هل كتابتك ما فيها جرامر ايرور، ما فيها اي خطا، يعني بدك تسهب. انا هي اللي ما كنت بعرفه، وهذا اللي هلا كثير بنصح ناس لما بيقدموا على الحكومه، هاي الاسئله ما تختصر، وحتى اذا حسيت انه في اعاده بالسؤال بدك تسهب الاجابه وتعطي اكزامبلز، وتعطي لحتى يتاكدوا انه انت فعلا عندك الاكسبيرينس وبتعرف تكتب بالانجليزي، لان شغلنا كله كتابي. بعدين بيسالوا المرحله الثانيه، اذا عديت مرحله الاسئله هاي بيحطوك بشيء اسمه انفنتوري. اوكي، بعد الانفنتوري اذا اختارتك الاي اي او اختارك الاتش ار اللي هو الهيومن ريسورسز، اذا اختاروك بتعدي لمرحله الامتحان الكتابي. هذا الامتحان الكتابي بدك تكتب، بيقول لك الوزير رايح مثلا لمحل فلاني عنده لقاء بهالموضوع هذا، اكتب له بريفنج نوت 2 بيج. فانت بدك تعرف كيف بدك تكتب البريفنج نوت. اوكي، بتعدي بقى من البريفنج نوت، بتعدي الامتحان. اذا عديت الامتحان بياخذوا هلا البول عم يصغر، شايف كل ما عم فنل. ايوه بعدين بيقول لك انترفيو، الانترفيو لازم تستخدم شيء اسمه ستار، ستار ميثود، STAR. STAR is situation. بعدين what tasks did you accomplish? What actions did you take? And result STAR the results that you had. أنا دائما بحب أختم كمان، دائما بزود عليها what could I do differently؟ شو بقدر كنت أغير بالresults؟ يعني بعد ما أعمل هدول STAR دائما بعمل feedback عن حالي انا، شو كان ممكن نغير، شو اللي كيف كان رايي بالاجتماع، كيف كان رايي بالموضوع اللي عملته. المهم هاي الستار مثلا، بس تنجح بها ما بتدخل، ما بتاخذ دغري الوظيفه. هلا هن عم يعملوا امتحان ل 10,000 شخص، نحن عم نحكي بينزلوهم ل 50، هدول ال 50 ما بياخذوا، لانه في وظيفه مثلا عندك وظيفتين بس فاتحين. طب ما بيع شو بدهم يعملوا بهي، لانه هي بتكلفهم، بتكلف الحكومه جدا لما بيفتحوا هذا البول، لما بيفتحوا هالكونكور يعني. فشو بيعملوا؟ بيحطوا، بيعطوك رقم انه انت نجحت كل هالمراحل. هي بعض البول بتكون مفتوحة لكل الدوائر اللي هي الوزارات، لكل الوزارات، مو بس خصوصي بوزارة واحدة. هاي واحد. ثاني شيء هذا البول اول شيء مفتوح، بعدين indeterminate، ففي بعضهم
مثلا 10 سنين، ممكن انت تقدم على حكومة بنستخدم هذا الرقم لمدة 10 سنين، لأن أحيانا كل 5 سنين بيفتحوا كونكور على حسب البادجت، على حسب قديش عندهم الحكومة، قديش عندها مصاري. المهم عندك هذا البول. هلأ هون كتير مهم النقطة لتعرف إنه يعني ما في شيء اسمه واسطة. لما بقول لك نتورك ونتورك، هي بقول لك وين بتهم. إذا أنت نجحت بالامتحانات هاي، هون بيقدر الدايركتور اوكي عنده الأخصية إنه يقدر يسحبك من هذا البول. بس ولا يمكن حتى للوزير نفسه إنه يجي يسحب شخص ويقول بدي وصفه إذا هذا الشخص منه موجود بالبول. هون بقى الفرق أحيانا ما بين، أحيانا عندنا ببلادنا كيف بتصير الأمور، مثلا هون كيف بتصير الأمور. هون بيقول لك أحيانا عنده واسطة، عنده نتورك. تختلف شوي النتورك، بده ميرت، بدك تكون ناجح بالفحص أول شيء والانترفيو ومحطوط بالبول لحتى يقدر. هاي هون بتختلف. ممتاز. طيب وبعدين لا تعذب حالك بالمانجر، لا تعذب حالك بالوزير تتصل فيه أو الأيدي. الوحيد اللي ممكن يوصفك بالحكومة هو الدايركتور. اوكي، ودي مثلا بتبقى نتوركينج بقى، يعني هل انت ساعتها بتبداي تعملي نتوركينج مع نعم، دايركتور أنا عشان شو بعمل وقتها؟ في شيء في ويب سايت اسمها جيدز، GEDS، للي عم يسمعونا GEDS. اوكي هاي بتلاقوا أي حد، مثلا أنا إذا كتبت اسمي نعم. أوكي بتلاقيني، بتلاقي حتى وين أنا وبأي فرع بشتغل وين مركزي، وكل المعلومات موجودة زي للبابليك. اليلو بيجز بس للجفرمنت كده. أيوة، مثل اليلو بيجز بالجوفرمنت. هاي أنا شو بعمل؟ هلأ أنا صار عندي الرقم أوكي، صار عندي الأشياء الأساسية. بكتب إيميل أوكي إنه أنا بالبول الفلاني، أنا معي فرنش، أنا سيتيزن، أنا معي سكيورتي كليرنس، اشتغلت كذا كذا هيك، يعني بس تعريف بسيط. بعدين بقول I'm looking forward to discussing the opportunity further، وما ببعته غير للدايركتور اللي أنا بدي إياه. فبلاقي مين الدايركتور بكل وزارة، بكل فرع أنا بيهمني، ببعت لهم إياه. وهن بقى إذا عندهم فعلا فراغ أو potential بيبعتوا لي. هلا أنا إذا بعرف شخص عم يشتغل بوزارة أنا حابة أروح لها أو غير، أو مثلا بتيم أنا حابة أروح له، طبعا بتصل فيه. وهي هون النتورك تلعب أساس. مثلا أنا التيم اللي اشتغلت فيه كان فيه مديرة حابة أنا كنت أشتغل معها، وبالفرع هذا اللي هي عم تشتغل فيه اتصلت فيها وبعرفها، يعني عن طريق حدا، عن طريق شخص دلني عليها. بس ما بتقبل، ما بتقدر تشغلني إلا عن طريق أول التواصل. سؤال سألتني Are you in a pool؟ أول سؤال Okay, what's your pool number؟ تمام فهي بتاخذ وقت، هي بتاخذ السنة تقريبا 8 أشهر للسنة، هي المرحلة. تمام طيب ممتاز. انا يعني بتهيألي يعني الجفرمنت بحر كبير وممكن نتكلم عليه فتره طويله، فمش يا عايز اقف عنده كتير، بس يعني عايزك برضو تشرحي لو ممكن الكالتشر، المايند سيت بتاعت الجفرمنت، وايه الحاجات اللي الواحد عشان ينجح جوه الجفرمنت يعملها. يعني انا متاكد ان انت اكيد عندك ما شاء الله رايتنج سكيلز عاليه جدا وسبيكينج سكيلز عاليه جدا عشان توصلي للمرحله دي. ايه تاني الحاجات اللي الواحد يعني يقدر ينجح جوه الجفرمنت لو اتعلمها او لو ركز فيها او لو بدا يعني يطور من نفسه فيها؟ شوف، هنن بيعطوك هاي الحلاوة كمان فيها، إنه بيعطوك تدريبات بيدربوك مثلا على الليدرشيب، على كذا. طبعا leadership skills is very important. ليه؟ لأن leadership بتعلمك، مو إنك تكون ليدر وقائد وتروح وتقول له للدايركتور تبعك أنا بفهم أكثر منك، طبعا لا. leadership هي إنك تاخذ initiative أوكي، وتقدر motivate yourself. هلا في أحيانا نحن بتكون down period، يعني بتعرف الحكومة ما بتشتغل 24 ساعة على نفس الرزم. مثلا بالصيف بتكون اقل يعني شغل، بعدين بيجي الشغل كتير كتير مثلا بخلال البادجت سايكل. نحن بنشتغل مع البادجت سايكل، لما بيكون في بادجت سايكل في كتابة كتير وفي طلبات كتير وهيك شيء. بعدين لما بتجي البادجت سايكل بتنعطى بيهدى الموضوع. بدي ساكت اللي ف... هي من غير مارس مثلا ولا ايوه في من جانيوري لمارس هي كتير بيكون شغل تمام. تقيل فيها، وبنفس الوقت الشغل تقيل بين سبتمبر، بين سبتمبر ونوفمبر. ليه؟ لانه هاي الايفالويشن. هلا انت عطيت مصاري، بس بدك تعرف طب هالمصاري هاي وين راحت، كيف انصرفت، هل كان مفيد يعني البروجرام اللي انت يوران اور نوت. فالايفالويشن والبادجت سايكل ريكويست هدول اكثر شيء بيكونوا بزي.
فانت وهل دول بدك برضو اكتر فتره بيبقى فيها شغل كتير للجفرمنت ولا ملهاش علاقه؟ يعني هل بيعينوا اكتر من الفتره دي؟ بيعينوا اكتر بعد البادجت سايكل، لانه بس تخلص البادجت سايكل بنصير بنعرف. مثلا بتلاقي كتير تعيينات بتصير بابريل لانه البادجت ابروفد، بس ايوه يعملوا بس تطلع البادجت وابروف بيصيروا بيعرفوا انه في بروجرامات كتير نحن بنحطها للحكومه، في شيء منها الوزراء بيقبلوش، في شيء منه بيقولوا لا ما بدناها. فبس نعرف كيف رح يتوزع الفندنج، واللي هي بتطلع مع البادجت مثلا كل سنة، بتعرف انت بآخر مارس تطلع البادجت، بيعلنوا البادجت تبع الحكومة، وبيكون في ديتيلز لكل ديبارتمنت. هون بقى نحن بنعرف راسنا من رجلينا انه قديش راح يكون معنا بادجت لكل تيم، وبيصيروا بيعرفوا قديش ممكن يعينوا، فبتصير بأبريل ماي. فدائما حاول تعمل طلب قبل انه يعني يتواسى مع، ليش انا جانيوري لما انا تعرفت على المدير لما قال لي call me that was a good timing for him، وما تعينت لأبريل لأنه كان عم يستنى البادجت سايكل ليشوف. هلا الحل تقول لك على الكلتشر، بس كل ديبارتمنت بتختلف عن الثاني. انا هذا اللي اكتشفته، انا ما كنت اشتغلت بكل الديبارتمنت لحتى اقول لك انه يعني بفهم كل الديبارتمنت، بس اشتغلت باثنين واكتشفت انه في cultural difference بيناتهم. مثلا لاعطيك مثال، الايسد محل ما انا عم اشتغل هي وزارة الصناعة كانت سابقا، هلا اسمها شوي معقد، وزارة الصناعة والاقتصاد والتطور الانوفيشن. هالوزارة شوي معقدة، السبب انه فيها 3 وزراء باخدينها، يرأسها 3 وزراء مع بعض. فدائما لما الوزارة بتكون مو بس وزير واحد، عدة وزراء عم يشتغلوا مع بعض، بتكون شوي معقدة اكثر، بيكون شوي فيها سايلوز، يعني عم يشتغل كل ديبارتمنت احيانا بدون ما يحكي مع الثاني، ما في كتير تواصلات، يعني هي بتسبب شوي دوبليكيشن الشغل، some frustration. بنفس الوقت what I like about it، أنا كتير بحب شغلي على فكرة بأيسد، والكالتشر تبعها، لأنه هايركي كتير قليل فيها الهايركي، يعني في تيم تقريبا horizontal. horizontal، yeah less vertical more horizontal. فبتحس إنه your ideas your advice is important, it's included, your point of view is taken into consideration. لما اشتغلت بـ IRCC immigration كثير hierarchical الـ structures. أنا يعني كل واحد على حسب شخصيته، أنا ما كثير بحب الـ hierarchical structures. هاي واحدة من الشغلات اللي السبب. والثاني كمان إن يمكن أنا كنت idealistic، لما بتشتغل برا الحكومة بتكون عندك فكرة عن الحكومة بتختلف جدا. يعني أنا كنت جاية مثلا على اللي هو الريفيوجي افيرز، مفكره انه رايحه حساعد الريفيوجيز بالطريقه اللي انا كنت عم بشتغل فيها برا مع النوت فور بروفيت، مع الان جي اوز. ان جي اوز اون ذا جراوند وذ ذا بيبل، عندهم الفندنج تيساعدوا الناس مباشره. لما بتشتغل بالحكومه انت ما عم تساعد اي شخص مباشره، انت عم تطلع على ارقام، كم نقدر نجيب كم نقدر ما نجيب. اوكي يعني النسبه عرفت اللي عم تطلع على ارقام، وشغلك بينتهي بس لما تكتب لهم الفيزا انه يجوا، خلص في شغل الفدرال انتهى. اللي بعده بقى بيصير بروفنس وبيصير municipal، بس الفدرال بينتهي عند الارقام. تمام. طيب خلينا يعني نطلع من الجفرمنت شويه ونخش على الجامعه شويه، او يعني مجال التدريس في الجامعه. يعني احكي لنا برضو الصعوبات بتاعته ايه، والمشاكل اللي قابلتك، وازاي يعني عديتي في المرحله دي. شوف بالجامعة اللي يمكن اللي أزعجني أكثر شيء، بتعرف لما نحن بنحكي عن الديسكريميشن، حسيته بالجامعة أكثر من الحكومة هي. يعني مثلا اختصاصي أنا، يعني باختصاصي أنا بدي أقول لك كان يمكن استحالة إنه أقدر أحصل على التنر بروفيسور. بيخصصوا التنر بروفيسور للكنديين. لما حتى درست بالعلوم السياسية، درست والاقتصاد السياسي الميدل ايست، هو فعلا ما كان الفرع اللي أنا مختصة فيه، بس بنفس الوقت عينوا مثلا شخص كندي يكون هو المدير تبع المركز اللي أنا كنت حابة أفتحه تبع الميدل ايست، مع أنه هو ما كمان عنده الاختصاص هذا، هو جاي من اختصاص تاني.
بس انا بقى بكون صداقات وبيفتحوا لي، يعني عرفت كيف، بيصيروا مفتوحين معي بالحكي شوي. فواحد قال لي يعني عالي مستوى بالجامعة، طب ليش مو انا، ليش هذا الشخص اخذته؟ انا بالاول فكرت يعني يمكن رجل امرأة، انا عندي بيبيز، انا بدهم حدا ما عنده هالمسؤولية هاي فاميلي. قال لي لا، قال لي you come with an agenda، قال لي you are middle eastern you come with an agenda. This shocked me، يعني شو انه come with agenda، I'm a professor، يعني I'm I have يعني منهج، في مناهج معينة عم ندرسها. فهي كانت شوي يعني من الجامعة هيك حسيت يعني انه في الموضوع هذا. ثاني شيء في كتير كومبيتيشن، لانه البول، لانك تشتغل كتير ضيق، يعني كم واحد. اوكي اول شيء ما عندنا كتير هالمراكز، يعني عندنا جامعتين اساسيتين بالانجليزي وبالفرنش، يعني عندنا كمان جامعتين. ف قديش كم واحد رح يعينه؟ فالبول كتير قليل، ففي كومبيتيشن تبقى عالية أكتر. الحكومة أقل الكومبيتيشن لأنه في مجال أكتر تلاقي شغل. الشيء التاني اللي ما عجبني، يمكن اللي ما عجبني بالأخير، تغيرت شوي. أنا يمكن جاي كمان لأنه ربيت بالميدل إيست، عندي فكرة I respect the professor، يعني في هاي الفكرة إنه to respect the professor. هون كتير لقيتها صعبة. أنا حاسة إنه المدارس بكندا ما بتجهز الطلاب للجامعة، في فجوة عميقة ما بين آخر السنوات اللي هي الهاي سكول والجامعة. يعني اكتشفت مثلا طلاب عندي 4 صفوف كان من كلهم first year، first year student I did not like I did not enjoy teaching first year students. بيجوا ما عندهم time management، قليل كتير اللي عندهم تايم مانجمنت، اللي بيجي اللي ما بيجي، اللي بيدرس اللي ما بيدرس، بآخر لحظة بيجي بيقول لك I didn't do my homework, I didn't do the paper, the dog ate my head, the computer broke down, I lost it, my grandmother. يعني كتير بإجاني طلاب their grandmother died on the day of the exam. بعدين في بقى cultural shift هلا بالجامعه، where before the professor used to feel like I'm the professor. هذا ايامي انا بجامعه ميجيل كان يعني professor ما نقدر نحاكي. هلا صار لا، الطالب بيطلع فيك بيقول لك it's a business, I am paying your salary، بيقول لي طالب مره، لانه ما اعطيته العلامه اللي هو ما بيستاهلها، هو بده A هو ما بيستاهل غير C، فبيجاوبوك يعني بيقول لك I'm paying your salary. أنا هون بحاول بهدوء بالله، you are paying for your education, you are entitled to your education, you are not entitled for to your mark. يعني أنت مو أي علامة، أنا بعطيك ال education، أنت عم تدفع لل education بس مو لحتى تاخذ العلامة اللي بدك إياها. بس حسيت إنه social media كمان في كتير aggression من الطلاب صايرة ضد ال professors، فما كتير عجبني الوضع. يعني بصي اكيد كل اندستري فيها يعني بروز وكونز وكده. بس عجبني كتير تدريس الماستر ستودنتس، يعني لما درست ولهلا درس بجامعه كارلتون، درس اللي هو الماسترز، بيجوا هدول طبعا اوريدي عاملين ريسيرش، بيحبوا الماده اللي هن داخلين فيها، ما حدا غاصبهم على الفرع اللي هن فيه، صار عندهم تايم مانجمنت، صار عندهم سكيلز رايتنج سكيلز وغيره. الصف اصغر، عم نحكي عن 20 طالب مقارنه مع 150، لما واحد بيمرض ب 20 طالب سهل انه يغير له الدوام او يعني وقت الفحص، بس لما واحد بيمرض عم 25% 25% من الصف بيمرض يوم الامتحان. The logistics of changing the date for them is very difficult. فهي بس الماسترز انا عجبني كثير، واحيانا حتى بلاقي اللي بيضحكني بالموضوع الطلابي تبع الماسترز بيكونوا كمان كوليجز احيانا بالشغل، بنفس الوزاره بيشتغلوا، صبح بيشتغلوا وبالليل بيدرسوا. لذيذة دي. يا طيب خلينا نطلع من ال government وال university ونروح المرحلة الثانية أو الثالثة يعني أو الرابعة زي ما تحبي. احكي لنا بقى على الحاجات الثانية اللي أنت يعني عملتيها. أنا عارف إن أنت يعني ما شاء الله عندك توجهات. راح احكي لك عن 2 عشان ما يكون مطول على الناس اللي عم تسمعنا. قلت لك من البدايه انه انا في 10 سنين الاولانيه اللي عشتها بمونتريال حسيت انه ما اندمجت بالمجتمع الكندي.
ما يعني ما عرفت كيف اندمج، ما عرفت هاد، بس لحتى بالاخير يعني باخر فتره تعلمت. ليه؟ لانه كان في طالب بالصدفه جنبي، زميلي بالصف، عم قل له عم نضحك هيك، قلت له I don't know Canadian families, I have never been to a Canadian house. أنا بتذكر بهذاك الوقت كطالبة يعني بال 18 19 20 هيك، كنت أمشي بالشارع بمونتريال اطلع على البيوت وقول كيف بيعيشوا طيب الأجانب، يعني كيف عايشين الكنديين، يعني أنا بعرف كيف نحن الإيميجرانتس عايشين، أنا بشوف إيميجرانتس ايوه بس هن كيف عايشين. فقلت له you know I have never been invited to a Canadian house. قال لي what؟ قلت له yeah, I don't know where to meet them even. قال لي do you volunteer؟ قلت له no, what is that؟ يعني أنا جاي من السعودية، بنت من السعودية، وين حل بعمل؟ ما عندي فكرة تبع الفولنتير. طبعا هلأ يمكن اختلفت السعودية، بس نحن عم نحكي بالأيام اللي أنا كنت فيها ما كانت هيك نهائيا. لما عربية موضوع الفولنتير ده مش منتشر قوي برضه يعني، بس أوكي، فقلت له شو هذا، what is volunteer؟ قال لي for the community. قلت له شو هاي، يعني حتى الإنجليزي كان ضعيف، إنه حتى كلمة community ما فهمتها. ايوه حتى بتذكر انه رحت على القاموس وطلعت على كلمة what does it mean community، مجتمع. اوكي شو مجتمع هاي، يعني شو نعمل فيها. المهم قال لي you have to volunteer. اخذني معه على السوب كيتشن للكريسماس، وبتذكر قدمنا سوب للهومليس. انا هون كيفت، عم شوف ناس ما شفتها قبل هيك وعم بعمل شيء، يعني حسيت انه مهم ومفيد وناس مبسوطة انه في حدا عم يضيفهم. It was like a bug. أنا شو ما في تقول لي volunteering بروح، يعني صارت عندي هي. وبعدين كمان مثل ما قلت لك، لما اشتغلت مع الريفيوجيز قديش النتورك تبعي توسع، فكل ما اشتغل بكل جزء لاقي النتورك عم يتوسع اكثر. هلا انا وصلت لمرحله اوكي مرتاحه فيها بالشغل تبعي، فقلت هاي اللي بدي احكي لك فيها هلا. في قلت لك نقطتين ليش عم اقول لك فولنتيرنج مهمه. صرت افكر الحقيقه بالموضوع السياسي اوكي، لانه صار انا مو بعمل كثير فولنتيرنج، من قد ما بعمل فولنتيرنج صرت انسال why don't you run for counselor. اجى السؤال كذا مره، counselor اللي هو بالسيتي اوف اتاوا، ما بعرف بالعربي شو السيتي بالاتاوا، وكونسلر يعني كمستشاره للبلديه اتاوا بس منتخبه بتكون، لا هون كناتا اللي عايشة فيها، وكناتا مقسمة لاثنين، كناتا ساوث وكناتا نورث بالبلدية، فأنا لكناتا ساوث. فكتير صاروا يسألوني، وأخذ معي الوقت تقريبا 4 سنين لفكر بالموضوع. السبب مو أربع، عفوا 10 سنين أخذ معي لحتى خطيت الخطوة. يمكن أول كسيدة دائما الخطة بتبقى أصعب، لأن أنا مرة سمعت شخص قال عم يحكي نكتة بس هو سياسي، قال when you ask a man، لما تسأل رجل ادخل بالسياسة بيقول لك أي ربطة عنق ألبس، بس لما بتسأل سيدة ادخلي بالسياسة بتقول لك but do I have enough qualifications، عندي يعني الكواليفيكيشن الأساسية اللي بتخولني. فالنساء يظهر بيفكروا أكثر بالموضوع، يعني هيك هي نكتة بس يمكن فيها شوي بعض الحقيقة، إنه نحن بنفكر طب والأولاد والبيت والمسؤولية وكيف بدي أجمع بين اثنين، وهل انا عندي الكواليفيكيشنز لحتى اعمل هالجوب، وهي شغله صعبه، يعني بنفكر بكثير اشياء ثانيه يمكن اسهل للرجل. بس 10 سنين اخذت معي، بس انا عم فكر بهال10 سنين هاي، ونحن من هون تعرفنا على بعض على فكره، وتعرفت على السيده كمان زوجتك. لما عم فكر طب انا كيف بدي اتواصل اذا انا فعلا بدي ادخل انتخابات بالمستقبل، كيف رح اتواصل مع شريحه كبيره من المجتمع؟ لأن أنا عندي قناعة إنه الانتخابات لا تربح بس بالكوميونيتي، إذا أنا اعتمدت بس على الكوميونيتي العربي ولا يؤاخذني يعني المشاهدين، في كتير ما بينتخبوا أوكي، وما بيهمهم قصة الانتخابات ولا بيتابعوا الموضوع كتير. فإذا اعتمدنا بس على الكوميونيتي العربي حأفشل يعني أكيد، ما راح. فأنا قلت لحالي طب كيف بدي أوصل للهندي للصيني للعربي أوكي ولكل الجاليات الثانية الموجودة والكندي، وهي كانت كثير مهمة عندي كيف أوصل للكندي. فولونتيرينج ما بيكفي، يعني مهما كنت عم تعمل فولونتيرينج ما بيكفي. بعدين اجتني هيك خطرت على بالي فكرة، لأنه أنا لما والدي ووالدتي وصلوا لكندا، هو محامي بالأصل وماما كانت مدرسة موجهة لغة عربية بالسعودية،
قرر يفتحوا بزنس، فتحوا دولار ستور بمونتريال، وانا كنت اشتغل معهم، انا كنت اشتغل معهم بالدولار ستور، كنت مثلا اروح على الجامعة، بعد الجامعة اجي بيع، كنت على الكاشير، فعندي شوي خبرة هذا، صرت اعمل كمان بعد هيك، صرت اعمل لهم بوك كيبينج، يعني اي شيء بدهم اياه نشتري اكتب لهم اياه، صرت اعمل اي شيء بالبزنس، تشتغل كل شيء، يعني بتنظف، بترتب، بتحط على الرف، وبعرف المشاكل البزنس، الضغط النفسي اللي بيعانيه اصحاب البزنس لما ما بيكون عندهم دخل كافي لاخر الشهر، لما بيجي صاحب البزنس بيقول لك هذا الروف تبع كل البيلدينجز بده يتغير، انت عليك تدفع 4000 جزءك لتغيير الروف، أشياء يعني كتير معقدة. المهم فقلت بزنس، أنا هيك بتذكر هلأ، فقت مرة هيك بنص الليل بقول بزنس، everybody has a business، هاي الطريقة إنه أول شيء ساعد. لما حكيت مع زوجي، أنا بستشير زوجي كتير بهي المواضيع، لما حكيت مع زوجي قلت له شو رأيك بالموضوع إنه أعمل بزنس نتورك، قال لي شوفي رح تساعدي الناس شيء، بس أنت حتحلي له مشكلة. ليش عم بقولها هي؟ أنت مهندس بتصور صح؟ المهندسين هو بيفكر بهالطريقة، solve a problem. You can help people and you can actually make an impact if you are actually solving a problem, not creating one. إذا أنت عم تحلي مشكلة، مو عم تكون مني مشكلة لتحليها. فأنا قلت أوكي، لكن حأخذها من هالناحية هي، كيف ممكن حل مشكلة للبزنس أونرز؟ فصرت أطلع أحكي مع البزنس أونرز، صرت أروح كثير على محلات وأحكي مع البزنس أونرز. ما اجتني الحقيقه الفكره، حتى مره كنت ماشيه انا والبيبيز مع ثريت سيدات بجنينه، واحده شو قالت لي؟ قالت لي انا بشتغل من البيت بعمل كيكات، واحده قالت لي انا بخيط من البيت، بس كيف بدنا نخلي الناس تعرف وين نحن موجودين؟ هلا انا عندي السكيل سوشيال ميديا سكيل، وكان بوقتها كمان على البورد تبع الكوميونتي تبعي تريل ويست كوميونتي اسوسيشن، قلت لهم اي كان هيلب يو، you give me a poster and I can make a poster for you and I can put it on social media. بعد شوي صرت تكبر السوشيال ميديا للبزنسز هوم بيس، واخذت من هون قلت انا ممكن ساعدهم انه نعمل بالسوبر ستور. رحت حكيت مع المانجر تبع السوبر ستور، قلت له عنا كثير سيدات بيشتغلوا هيك اعمال بسيطه من المنزل بس ما بيعرفوا كيف كونكت تو ذا كوميونتي، وانا حابه اساعدهم تو كونكت، ممكن ناخذ الفلور بالسوبر ستور ببلاش ونعمل طاولات، انا بجيب الطاولات ويعني بنجيب الناس مع بعض. قال لي اوكي. فعلا هي كانت البدايه، وانت بتعرف انه الفير اللي نحن بنعمله البزنس اكسبوزيشن هلا بيستقطب لا يقل عن 100 فندر ولا يقل عن 400 500 واكثر اذا بدي، بس اذا عملنا الفنيو نحن ضيق، بس لو كانت الفنيو كبير ممكن نجيب 1000 شخص. برافو ما شاء الله. بس هيك بلش، هيك كانت البدايه. لما لقيت انه واو اجا 25 بزنس واجا 50 ممبر من الكوميونتي وكثير تعرفوا وانبسطوا وهيك شيء وقالوا لي ثانك يو، حسيت انه اي سول ذا بروبلم، فصرت كبر صرت كبر هيك لحتى. وبتذكر رحت على الكونسلر مره وسالت الكونسلر، قلت له انا حابه اخذ محل اكبر لانه بدي اساعد البزنس، قال لي شو بدك بالبزنس؟ البزنس عندك شو اسمه بالجنسد، عندك بالكناتا نورث بي اي اي، قلت له no it's different what I'm doing is for small businesses not the high tech business it's a very different niche. ما فهم الفيجن تبعي. هون المثابرة مهمة، إذا أنت فعلا يعني مؤمن باللي عم تعمل، يعني عندك conviction. فكملت، هلأ صار الكونسلر هذا اللي قال لي no يجي على الايفنتس تبعنا to connect with the people. ليش عم بقول لك هالموضوع هذا؟ كونت، هاي واحدة من الأشياء اللي عملتها هون بالكوميونتي، كونت كناتا كارلتون سمول بزنس نتورك، بلشنا من 4 وومن، هلأ صار عندي أكثر أقل شيء 1000 ممبر لوكال ممبرز من كناتا كارلتون، يعني من عندك من ستيتسفيل بزنس، من كناتا نورث، كناتا ساوث، وكارب، ودن رابن، كل هدول معنا بالنتورك. هاي ساعدتني شوي شوي على مدى 10 سنين. لما دخلت الانتخابات المحلية دخلت عارفة إنه في باك، يعني عندي باك جراوند، عندي كونكشن، الاسم معروف شوي لأنه بيهم كتير، مهم الاسم طبعا إنه يكون معروف بالكوميونتي، عندي فولونتيرينج، عندي ماي كريدنشلز اند ماي نوليدج، يعني مو جاي بلا شيء، يعني مو جاي بدون
اي مؤهلات، اي شيء، اوكي انا داخل انتخابات. ايوه، لا برافو. يعني بصراحة يعني خطوة، أنا متأكد إن طبعا يعني أكيد زعلتي إن أنت ما نجحتيش، بس أنا متأكد إن أنت اتعلمتي منها حاجات كتيرة جدا، جدا وكسبتي منها برضه جدا حاجات كتيرة. يعني جدا. اولا فعلا تعلمت عن نفسي انا شخصيا انه فعلا انا اقوى مما تخيلت. يعني انا يعني صار معي احباط، طبعا لما الواحد بيخسر انتخابات بيصير معه احباط عادي، بس لحتى اخرج حالي من الاحباط باسرع وقت ممكن صرت اعمل جورنال كل يوم، قول بالصبح 3 اشياء وبالليل 3 اشياء انا grateful for، grateful يعني ممتنة، هي جورنال للامتنان. ففي الصبح احيانا نفسي ارجع اكررها، يعني احنا ما عندك شيء جديد تقوله، يعني ممتن انه عندي بيت فوق راسي، عندي الشغل رجعت له، عندي اولادي الحمد لله بصحه جيده، يعني الواحد هيك بده يتذكر عندي زوج بيساعدني كل يوم. هي خرجتني اسرع من ناس تانية تعرفت عليها خسرت انتخابات وظلت مستمره معها قصه الاحباط لاشهر. اوكي فهي هي ميزه يعني الحمد لله عندي اياها. وبعدين ما الواحد ما بيؤس، دائما في مرة تانية، أي نفس طويل هو طالما يعني عنده الواحد صحته بكمل. وبعدين محبة الناس، يعني في ناس كثير لهلأ بشوفها هيك بالشارع، I voted for you, I wish you won, I hope next time. أي حلوة، اوكي ان شاء الله. هذا غير الخبرة طبعا اللوجيستكس تبع how to run a campaign. طبعا دي حاجة أكيد مش سهلة، أكيد مش سهلة، يعني أنا إذا تقاعدت هاي لحالها بدي أعمل consultancy فيها. أكيد أكيد أكيد. طيب إحنا يعني بصراحة غطينا حاجات كتيرة جدا، وبجد أنا يعني مبسوط جدا جدا بكل الحكم الجميلة اللي أنت طرحتيها، والنصايح الجميلة في كل المحطات اللي أنت عديتي عليها. خلينا لو حبينا نختم بروشتة كده أهو، يعني عناصر النجاح لدكتور روبا الفتال من وجهة نظرها لأي حد جاي جديد على كندا، او حاليا بيعاني شويه في مجال التوظيف او في البيزنس، ايه النصايح اللي بتديها له؟ روشته كده، 1 2 3 4. أهم شيء volunteering، volunteer. تاني شيء لا تضيع وقت، أحيانا بيجوا خاصة النيو immigrants، أنا بفهم مشاعرهم، أحيانا بيكون ضغط تاركين أهلهم، خاصة الريفيجيز بيكونوا تاركين أهلهم وراهم يعني بحرب وهيك أشياء، فبعرف إنه عندهم مشاعر الإحباط وعندهم مشاعر الخوف، بس لا تضيع وقت ولا ثانية. أوكي لا تضيع وقت بخناق مع زوج أو زوجة، لا تضيع وقت بخناق مع أولاد، لا تضيع وقت بتفاهات تتفرج على تلفزيون شيء برنامج تافه. إذا أنت ما عندك لغة لا تضيع وقت بأنك تتفرج على شيء بالعربي، تفرج بالإنجليزي. إذا بحاجة لفرنش لحتى تاخذ بالحكومة وظيفة تفرج على أشياء بالفرنش. عم تعمل، أنا بتطلع، أنا أحيانا كمان برتاح يعني بتطلع على تيك توك، بتطلع على يوتيوب فيديوز، بس بتعرف كيف مثلا إذا بدي أكمل بالفرنش عشان أضل قوي بتطلع بالفرنش، بتفرج على برامج بالفرنش. مثلا اذا عندي هدف معين ما بضيع وقت انه اتفرج على برنامج تلفزيون وانا بعرف انه عندي اشياء تانية اعملها اهم من وقت، يعني بستغل كل لحظة. تاني شيء، اول شيء انه فولنتيرينج، تاني شيء استغل كل لحظة، تالت شيء احط نفسك بناس بوزيتيف. اوكي من أهم الأشياء، أنت جاي لبلد جديد حاول تلاقي، رح تلاقي كتير شخصيات مختلفة، رح تلاقي النيجاتيف اللي كل شيء بيسود لك يا، وفي ناس بوزيتيف ومتفائلة ومهما فشلوا بيطلعوا، ومهما هيك عندهم قوة أو قوة من داخلهم وبوزيتيفيتي هيك بتشع، هدول الناس جواهر تكون جنبهم تتعلم منهم. هاي 3 شغلات. ممتاز جدا. انا يعني بجد مش عارف اقول لك ايه، بجد فعلا 3 نصايح مفيدين جدا، وانا شخصيا ماشي عليهم. يعني بصراحه الفولنتيرنج، أنا بعرف إنك ماشي عليهم، بعرف، لأن مشان ما في حدا إلا بينجح إلا إذا مو ماشي على النصائح هاي. طيب انا يعني دايما بسال ضيوفي اذا كان في يعني مجال، ان لو حد شاف الفيديو ده وحابب يتعلم اكتر عن الجوفرمنت، يتعلم اكتر عن البيزنس، يتعلم اكتر عن بيقدروا يتواصلوا معي على اللينكدين، أنا بتلاقيني على اللينكدين والسوشيال ميديا كلها، إذا دورت على آت، إشارة الآت دكتور روبا فتال، وانت اذا حابب تكتبها ما بعرف اذا ممكن تكتبها عندك، روبا اللي هي ار او يو، سو دكتور دي ار كلمه واحده كلها، روبا ار او يو بي اي وفتال اف اي دبل تي اي ال،
اوكي بتلاقيني على التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي، وممكن تسألوني بتكون إياه. ممتاز، بشكرك جدا دكتور روبا، وبجد مبسوط جدا، وغالبا يعني هيبقى في لقاءات تانية ان شاء الله، لو الاسئله جات لنا كتير على الفيديو ده. لو في اي حاجه اخيره تحب تقوليها للمستمعين. أنا بس حابة أشكرك. أول شيء كان لطيف كثير يعني اللقاء، شكرا كثير. ويعني أستاذ أحمد، أنت دائما بتحاول تساعد الناس، أنا بعرف إنه بتساعد كثير، لأن أنا ببعث لك ناس أحيانا تساعدها بالقطاع الخاص، فبعرف إنه بتحب المساعدة. ميرسي جدا دكتور روبا، ومتشكر كتير جدا لوقتك وجهدك، ويعني جزاك الله كل خير على كل اللي عملتيه وبتعمليه في المجتمع والكوميونتي العربي وفي كندا وفي اوتوا عامة. ثانك يو سو ماتش. شكرا والسلام عليكم كلياتكم.